حياكم الله أحبتنا مشاهدي ومتابعي منصات التواصل الاجتماعي اللي خاصة بمؤسسة الشهداء والصفحة الرسمية لمؤسسة الشهداء اللي هي رأس الوزراء ومؤسسة الشهداء، ونحن نلتقيكم على بركة الله ضمن سلسلة حلقات برنامجنا وبرنامجكم الخدمي خدمتكم ما جبنا. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز الخدمات اللي تقدمها مؤسسة الشهداء لكافة الشرائح، منها شريحة الشهداء جرائم حزب البعث المباد وشريحة الشهداء ضحايا الإرهاب وشريحة الشهداء الحشد الشعبي. نعم أحبتنا نطلع عليكم من خلال منصات التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك اللي هي رأس الوزراء مؤسسة الشهداء والتيك توك مؤسسة الشهداء. للتواصل معنا إن شاء الله بإمكانكم الاتصال بالأرقام اللي ظاهرة أسفل الشاشة أو اللي راح تظهر إن شاء الله لاستقبال كافة اتصالاتكم والإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم ومتابعة طلباتكم في جميع مفاصل المؤسسة من دوائرها ومديرياتها وأقسامها الخدمية والشعب. أحبتنا مثل ما تعرفون أنه كل أسبوع أو كل حلقة من حلقاتنا نحب ننوه عليكم أبرز النشاطات أو الأخبار الهامة أو الإعلانات الهامة اللي خاصة بمؤسسة الشهداء. لا يخفى عنكم أنه موضوع يعني قبل 10 أيام طلقنا استمارة الحج، الرابط الإلكتروني اللي خاص باستمارة الحج، وغلق يوم 10 بالشهر اللي هو يوم أمس، لكن الآن صارت أكو فالتعديلات، أكو شرائح انشملت ايضا نوهنا عليها بمنشوراتنا السابقه، واليوم صباحا ايضا نوهنا عليها بمنشور انه الفئه الجديده اللي مشموله اللي هم اخوه الشهيد الاعزب، الشهيد الاعزب ووالديه متوفي، وتكون الاولويه حسب يعني اكبر سنا من الاخوه ان يكون عمره من 60 سنة فما فوق. مثل ما ذكرنا انه لا يقل عمر المتقدم عن 60 سنة فما فوق، ويكون التقديم لاخ الشهيد في العائله التي لديها من شهيد أو غير مستفيد من مقاعد حج مؤسسة شهداء، يعني أن يكون ما مستفيد نهائيا من مقاعد حج المؤسسة لا هو ولا أي واحد من العائلة. يراجعون طبعا نوهنا وأنه يراجعون مديريات الشهداء في محافظاتهم، ببغداد أنه يراجع مديرية شهداء الصدر أو الكرخ أو الرصافة حسب الرقعة الجغرافية اللي هم ساكنين بها. أما بالنسبة لباقي المحافظات أنه يراجعون مديريات الشهداء اللي متواجدة بالمحافظات هذه الاستمارة، أكو استمارة خاصة في شعبة الحج في المديرية يملونها وخلال هذا الأسبوع فقط. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أنه شمول الطلبة من خريجية السادس الإعدادي لهذا العام 2023-2024 اللي منهم معدلاتهم من 95% فما فوق من جميع الشرائح، من شرائح ضحايا الإرهاب، نظام بائد، حشد شعبي، بالتكريم اللي يعني أطلقه السيد رئيس مؤسسة الشهداء، أنه أيضاً يراجعون مديريات شهداء المحافظات، يراجعون مديريات شهداء في محافظاتهم. أما بغداد أنه يراجع قسم الرعاية العلمية في مؤسسة الشهداء، أيضاً أكو فد استمارة خاصة يبنونها وإن شاء الله يتم الاتصال بهم لاحقاً إن شاء الله. بالنسبة لموضوع دائماً اللي نحكي به اللي هو موضوع تحديث البيانات، موضوع تحديث البيانات هذا لجميع الشهداء، أنه دائماً إحنا يعني نأكد على ذوي الشهداء، نأكد على ذوي الشهداء أنه يراجعون المديريات أو دائرة ضحايا الإرهاب بخصوص تحديث بيانات شهداء ضحايا الإرهاب. شهداء ضحايا الإرهاب أنه مطلوب منهم ذويهم يراجعون المديريات حتى يحدثون بيانات، بالأخص الشهداء الموظفين. الشهداء الموظفين أنه لازم يراجعون للمديرية أو الدائرة لتحديث البيانات، مستصحبين معهم إذا كان الشهيد موظف كتاب من الدائرة التي ينتسب إليها معنون إلى مؤسسة الشهداء دار ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. هذا الكتاب أنه يؤيد هو شهيد، بالإضافة إلى كتاب اللجنة الثلاثية اللي خاص باحتسابك شهيد مصدق 2024 وكتاب الأمر الوزاري اللي خاص بالاستشهاد. هذا فيما يخص الموظف المدني، أما الشهيد يعني قصدنا الشهيد الموظف المدني. الشهيد العسكري إذا كان من وزارة الدفاع فيراجع مديرية الخدمات الشخصية، هذا اللي صاير باب معظم تابع إلى وزارة الدفاع، أيضا يراجعهم ويجيب ذول الكتب نفسهم الثلاثية، اللجنة الثلاثية والأمر الوزاري وكتاب يعنون إلى المؤسسة. أما شهداء الداخلية فيراجع وزارة الداخلية مديرية الشهداء والجرحى مجاور
وزارة الداخلية أيضا يجيب كتاب اللجنة الثلاثية والأمر الوزاري والكتاب المعنون إلى مؤسسة الشهداء. هذا فيما يخص تحديث البيانات. أما الشهداء الكسبة فأيضا مطلوب أمر القاضي والكتاب المحكمة وغيرها، أيضا هذا هم مصدق 2024 يراجع الدائرة حتى الدائرة تسوي له كتاب ويروح إلى لجنة التعويضات أو مجلس المحافظة لجلب ما مطلوب من يمه. هذا أبرز ما يعني نحب ننوه عنه بداية برنامجنا. نعم عندنا اتصال جاهز. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة عزيزي، شلونك أخي هيثم؟ كل الهلا بيك. الله يخليك. أنا مصاب، كان متوقف راتبي يعني بالأنبار. نعم. وفحصنا باللجنة مال القائمة المقامية تقريبا صار شهر. نعم. اي فما عرفنا لا نتيجة العجز ولا الأسماء تنشر. ما ايش وقت فحصته؟ يوم تقريبا يمكن ذي الوجبة الخامسة اللي ظهرت بها طلع بها اسمي. الوجبة الخامسة يعني قبل شهر ونص تقريبا؟ تقريبا قبل شهر. هيش هو الساد العزيز، هو جميع اللي فحصوا جميع الفاحصين في قائم مقامية أو بالأنبار. نعم. أنه الآن مؤسسة الشهداء قسم الأمن والمعلومات يعني بانتظار قرارات وزارة الصحة، لأن تعرف هذا فحص اللي مسؤولين عليه الأطباء، فهذه تعرف قرارات تصادق من قبل وزارة الصحة. بعد ما تصادق القرارات من وزارة الصحة تجي بكتاب رسمي إلى قسم الأمن والمعلومات. قسم الأمن والمعلومات هنا بدوره أنه راح يفاتح دائرة التقاعد لإطلاق الراتب. فلا زالت جوز أحمد، بس يا ريت تتبلغون دائرة الضحايا الإرهاب تنشر الأسماء اللي منجزة مثلا. أكيد تم المعاملة. أكيد عزيز أنه إحنا بداية الوجبات الأولى تم نشرها، يعني تم نشرها على الصفحة الرسمية بمؤسسة الشهداء وتم نشرها بمحافظة الأنبار وحتى ضحايا الإرهاب. نعم. أي فإن شاء الله أي وجبة تطلع تتابع صفحاتنا إن شاء الله إحنا ننشر الأسماء. أشكرك منه عزيزي، شكرا لك ولاتصالك. نعم عندنا اتصال آخر. نعم نرجع وياكم للإجابات الأسبوع الماضي حقا. نعم أخ مرتضى من محافظة بابل، حياك الله. ألو السلام عليكم. عليك السلام والرحمة عزيزي. الله يحفظك ونشكر جهودكم على برنامج رائع. الله يحفظك. لا عزيزي بخدمتكم، أقل ما نقدم الكلام. أستاذ عندنا شكوى، احنا أنا جريح إرهاب نسبة العجز 30% طبعا. نعم. تاريخ الإصابة بال 2005. نعم. فتفاقم الحالة تعرف الموضوع، يعني احنا ما رح نتطرق لهواي الشغلات الداخلية، يعني خلينا نعتبرها أنه بالخفاء صارت الشغل مال التفاقم الحاله. زين يعني تفاقم الحاله. تفاقم الحاله هذا كان يعني عن طريق لجنه التعويضات يعني المحافظه. بالضبط. فخليني انوهك عن هذا الموضوع. احنا طب. انا ما بالنسبه للاصابه ما اخذت تفاقم الحاله. زين هاي نقطه. نقطه ثانيه رحت اروج معامله لتفاقم حاله في سبيل الحاله النفسيه اضافوها. وبالمناسبه انا لحد الان يعني عندي من الانفجار عند شرايط جسمي لحد هاي اللحظه موجوده. صحه والعافيه لك. ما عندي ليش الامكانيه اطلعهم يعني للامانه. صحه وعافيه لك. الله يسلمك. وبوقت الحادث انا يعني صرفت اللي هو يعني صرف مو سهل علينا. زين. فراجعت المؤسسه قلت لهم عمي انا اريد اروج التفاقم الحاله. قالوا ايش قد نسبه عجزه؟ قلت لهم 30. قال الموظف يعني بلسانه قال لي يا اخوي ابقى على هاي النسبه لانه بيطيروها من عندك. هذا بكيفه يحكي؟ هذا بكيفه يحكي عزيزي؟ هذا بكيفه يحكي؟ انت من راح تدخل على نسبه من راح تدخل على لجنه بيها اطباء، الموظف شو له شغل؟ انا ما اخذ بكلام الموظف. والله 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 اقسم بالله هذه حكايته الي. قال لي اي عزيزي انا هسه اليوم انا اليوم دا اعرض نفسي على طبيب، هل بالامكان انه اخذ كلام السكرتير؟ سكرتير الطبيب ما اخذ كلام سكرتير الطبيب، لان هو الطبيب هو اللي راح يكتب لي الدواء، هو اللي يرشدني، هو اللي راح يصادق على مثلا العجز او الفحص. مو صحيح، هو اللي راح يحدد الفحص، هو ما السكرتير او الموظف. هذا للاسف للاسف عزيز للاسف ذول الموظفين، للاسف بعض الموظفين اللي تابعين لهذه اللجان انه يعني من اللي يبتزون المواطنين، انه يقول لك انه روح ولا هذا، وانه ببرة شويه تلقاه يجيك يقول لك شنو اللي تريده انت وكله بالخفاء. انا ناقشت بهذا الموضوع استاذ ورد علي قال والله احنا هواي عندهم اصابات 40% وال30 مثلك ورجعوا بدون نسبه مطيريها من عندهم.
فانت ابقى على هذا الحالك احسن لك. هسه انت شنو يعني اللي تريده احنا بخدمتك؟ شنو اللي تريده؟ على راس استاذ، احنا انا اللي اريده بالنسبه لتفاقم الحاله، احنا هذا الموضوع يعني بالنسبه للمؤسسه مال الشهداء بالاخص الموظفين يعني هم على ما انت ذكرت يبتزون المواطن في سبيل ما يروج. هو مو هو هو استاذ العزيز انت اللي نعم. انت اللي قايل لك روح واستر على اصابتك، من شنو هذول مو موظفين المؤسسه؟ اللجان والله موظفين المؤسسه اللجان. وما بدي اقول لك يا الطابق الثالث طابق مع ضحايا الارهاب، يعني تحديدا طابق ضحايا الارهاب وين؟ مدير الشهداء بابل. نعم. مو من حقه، اولا مو من حقه، وثانيا انت الموظف هو هناك بخدمتك، شنو اللي تريده من يمه بخدمتك؟ واحنا ان شاء الله راح يكون توجيه الى مديريه شهداء بابل وبالاخص قسم ضحايا الارهاب بالتعاون وخدمه جميع المواطنين بالاخص الجرحى. فسادي ما عليك الا انت تقدم طلبك ومديريه شهداء بابل بدورها ترفع طلبك الى لجان اللجان الطبيه اللي متمثله بلجنه التعويضات ويمشي الامر طبيعي. تمام. زين استاذ سؤال ثاني بدون زحمه. تفضل. بالنسبه طبعا انا الوالد ايضا شهيد نفس الحادثه وياي. نعم الله يرحمه. رحم الله والديك. فبالنسبه لتاريخ الحادث من 2005 لحد 2010 هذه التعويضات او لا التعويضات سابقا، انا سفهم السؤال. نعم. التعويضات سابقا انه كانوا يحتسبون الرواتب من تاريخ 2010 اللي هو من تاريخ اصدار قانون مؤسسه الشهداء. بعد 2000 اصدار قانون ضحايا الارهاب عفوا. بعد تقريبا تداعيات حرب داعش بعد 2014 اكو ضائقه ماليه صارت بالدوله العراقيه يعني بالعراق. نعم. فانه صار قرار من وزاره الماليه انه يحتسبون من تاريخ 2016 فما فوق المتراكم او الحقوق او الفروقات نقدر نسميها فروقات الراتب، يعني ما تنحسب من تاريخ الاصابه. الان ان شاء الله اكو جهود وضغط على هيئه التقاعد انه يرجعون من تاريخ 2010 يعني من تاريخ اصدار قانون ضحايا الارهاب. خير ان شاء الله عزيزي. خير ان شاء الله عزيزي. شكرا لك ولاتصالك. نعم عندنا اتصال. نعم السلام عليكم. عليك السلام والرحمه. شو استاذ ميثم؟ كل الهلا بيك. ربي يحفظك. شو اخبارك؟ الله يحفظك. الله يسلمك. استاذ ميثم عندي راتب من 2023 شهر رابع توقف عندي. نعم. نعم الله عليك. رحت رادم صاحب صدور المستمسكات الثبوتيه وديت لهم قالوا ان شاء الله شهر الخامس يطلق راتبك. اي محافظه نينا ولا انبار؟ لا انبار. تمام. انت شنو مصاب لو شهيد عندك؟ لا شهيد. شهيد تمام. نعم استاذ عاد قلت لك ظلت تراجع الى حد الان. الرغابه الداخليه جت هيئيه. ايه اخر شيء قالوا لنا للشواك البغداد. قام رحنا غادي البغداد. وهم قالوا جت تحقيقيه الرغابه الداخليه وبعد لحد الان استاذ. زين. شنو اسم شهيدك؟ شهد عمان نطاح. شهيد شهد 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 عمار نطاح. اسم الام فاطمه كريم. نعم فاطمه كريم. فاطمه كريم. نعم استاذ. من اي سنه هو توقف الراتب؟ 2023 شهر الرابع. 2023 شهر الرابع تمام. نعم استاذ. ولحد الان ماك صار باي؟ لا ولحد الان استاذ كل شيء ما اي شيء ماكو. تمام ان شاء الله يوم غد راح يتم الاتصال بمديريه الشهداء الانبار ونشوف لك شنو وضع المعامله وتلقى الاجابه حاضره الاسبوع القادم. اكود استاذ اكود استاذ ميتم اكود ممنون لك لان انا تعبت بالخدمه والله خادم ربك بالخدمه عزيزي يعني وقعت على الصفحه وما وكل شيء نشيد بالخدمه عزيزي واجبنا هذا بالخدمه. ربي يحفظك عزيزي وربي يحفظك. شكرا لك ولاتصالك. نعم 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 عواطف. الو نعم استاذ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعني انا بدي اسال على امنيات. نعم. انا مخافرتكم هواي يعني. ايه. وما يعني ماكو اي نتيجه لحد الان. اي مو هو الموضوع مو يمنا امي يعني احنا دائما تتصلين بينا حضرتك وبخدمتك احنا هذا واجبنا انه نتابع معاملتكم. لكن الموضوع هو مختص بجهات الامنيه وسبق وان فهمناكم سابقا. انه سابقا مؤسسه الشهداء كانت تفاتح جهتين امنيه، لكن بعض الضوابط والتعليمات اللي وردت من الجهات العليا المختصه انه الان هسه صارت خمس، ما اعرف الاخت عواطف بعتوها على الاتصال او لا.
إذا كنت تسمعيننا أو تشاهدينا من خلال البث أمي. موضوع يعني الموقف الأمني، سابقا كانت مؤسسة شهداء فاتح جهتين فقط، أما الآن يعني بعض الضوابط الجديدة والتعليمات اللي وردت إلى مؤسسة شهداء بمفاتحة 5 جهات أمنية، فننتظر ممكن وزارة الداخلية والدفاع وغيرها، باقي الجهات أكو فالتأخير، فالتأخير يعني دارك لكم أنتم حضرتكم، عبالكم من مؤسسة الشهداء التأخير، بالعكس مؤسسة الشهداء تتمنى أنه التعاون الوزارات المتبقية أو الجهات الأمنية مع المؤسسة لسرعة إنجاز معاملات الشهداء والمصابين. فإن شاء الله بعد ما ترد المعلومات كاملة من الجهات المختصة والجهات الأمنية الخمسة بالمباشر يتم الاتصال بحضرتك من قبل مديرية شهداء الكرخ، يعني أنا أعرف حتى معاملتكم شهداء الكرخ. نعم، عندنا اتصال آخر. أخ عمر حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة. شلونك يا أستاذ؟ كل الهلا بيك. أستاذ بس عندي مهامرة مع أخوي شهيد توقفت يعني تقريبا سنة ونص صار لها. راجعت للمديرية؟ احنا راجعنا ايه، وكملت هاي الدفعة فيها اللجنة هاي اللي ببغداد. بس علي لصوتك شوية. راجعت المؤسسة. ايه. فقالوا اللجنة هاي مال بغداد اخذتهن. ايه. رفعت اللجنة اللي رفعت البغداد. نعم. سوينا أمنية أخير شيء مال تأييد سكن وهاي الأمنية. شو وقت سويتهن؟ الأسبوع الماضي؟ تقريبا صار 4 أشهر وكملت. لا هسه اكو أسماء صدرت قبل أسبوعين. نعم. على قناة التليجرام مؤسسة الشهداء، لأنهن تقريبا 6000 اسم، فصعب أنه ننشر على الفيسبوك هذه الأسماء، فبإمكانك الدخول على قناة التليجرام اللي خاصة بمؤسسة الشهداء، بس اكتب مؤسسة الشهداء راح تطلع لك، تطلب بيها انضمام. أكو أسماء جاية من الأمن الوطني ومن وزارة الدفاع، إذا كان اسمكم من ضمنهن هنا يحتاجون يعني هذا أغلب الأسماء اللي طالبينها هذه الوزارات طالبين الاسم الخماسي، يعني الاسم الخماسي واللقب للشهيد والمستفيد. زين. اي فادخل على هذه القناه وشوف اسمك، اكو طريقه بحث يعني مو ندور اسم اسم بالبحث، بس مجرد تنقر على البحث دق الاسم اللي مطلوب، اذا كان اسمك موجود تراجع بالمباشر بالمديريه تشوف قبالك شنو مطلوب من يمك، يمكن الانقطاع الاتصال اذا كنت تشاهدنا من خلال البث، انه تدخل مثل ما قلت لك على قناه التليجرام وتبحث عن طريقه البحث، تدخل الاسم راح تلقى الملاحظات قباله مكتوبه، على ضوء الملاحظات راجع المديرية وتسوي الملاحظات وإن شاء الله تمشي الأمور. نعم. عندنا اتصال آخر. نعم. أخ حمادة حياك الله. الله يحييك أستاذ، شلونك؟ عزيزي كل الهلا بيك. الله يحفظك أستاذ. أنا أستاذ أنا متوقف راتبي صار سنة ونص. نعم. ودخلت باللجنه هذه الأخيرة بالامر الديواني مال رئيس الوزراء. نعم. الشهر الخامس. ايه. واحنا هسه الشهر الثامن. ايه. انت مصاب؟ الان ماكو اي مصاب انا يعني، والنسبه مالتي يعني اللجنه هم نطتني النسبه. ايه. يعني اموري ما بيها شيء. تمام. اوراق كلها كامله. اي بس على الراتب مالي لحد الان ماكو، صار 3 أشهر من قابلت اللجنه. انت اذا كنت تشاهد البث مالتنا من البدايه. انه الاخ المتصل. نعم. الاول متصل شرحنا له الموضوع انه مؤسسه والله ما كانت موجوده. اي مؤسسه شهداء انه صار اعاس هو لهذه اللجنه اللي شكلت بامر من رئاسه الوزراء من سيد رئيس الوزراء. نعم. مؤسسه شهداء ما قصرت، والاخوه في وزاره الصحه اطباء وفحوصات، لكن هذه الفحوصات او هذه التقارير كلها تروح لوزاره الصحه بعد المصادقه. نعم. عليها من قبل وزاره الصحه تجي. نعم. الى مؤسسه الشهداء. فلحد قبل يومين انه انا شخصيا متابع مع قسم الامن والمعلومات في مؤسسه الشهداء انه الوجبات المتبقيه لا زالت لحد الان، يعني فقط هي صدرت وجبه او وجبتين يعني وقمنا بنشرها لحد الان، انه ننتظر قرارات الفحص الطبي من وزاره الصحه. اول ما تجي من وزاره الصحه مؤسسه الشهداء بدورها اللي متمثله بقسم الامن والمعلومات يفاتح وزاره العفو هيئه التقاعد لاطلاق الرواتب. مو احنا على مده الوقت راح يطول هم اكثر، واحنا وضعنا حيل الضرر. كل حقوقكم محفوظه. والله ادري الحقوق محفوظه. كل حقوقكم محفوظه. انا عندي ابني من العام بالمدرسه ما سجلته هاي السنه، ما راح اسجل من وراء الراتب. لا ما هو يعني هسه اليوم احمل وادك اليوم تسجيل، انا ليش اضيع مستقبل طفلي؟ أنا والله مصرف ما عندنا ايجار. صحيح والله صحيح، واحنا وياك. أيوة. لكن اليوم انه هذا الطفل ما له ذنب يا اخي،
سجله وان شاء الله الخير جايك بالقوه. هو الموضوع الموضوع لو كان يم مؤسسه الشهداء، مؤسسه الشهداء ما تقصر عزيزي، لكن تعرف انه مؤسسه شهداء جهه تنفيذيه وتنفذ ما تشرعها القوانين وتنفذ التعليمات والضوابط اللي تجينا من جهات العليا. احنا مثل رئيس الوزراء قال اول ما تدخل اللجنه يعني وراها ينطلق الراتب مباشره. هو مو شخص يعني واحد ولا شخصين ولا عشره ولا 20 شخص. تكملوهم خليه يطلقوا الراتب والبقيه يعني مئات الاشخاص يا عزيزي انت. فان شاء الله ننتظر واياكم قرارات المصادقه من وزاره الصحه ومؤسسه شهداء فاتح هيئه التقاعد لاطلاق الراتب. الله كريم ان شاء الله. عزيز عزيز شكرا لك ولاتصالك. أخ سيف حياك الله. عيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام والرحمة. شلونكم عيني شلون صحتك؟ الله يحفظك. احنا على الهواء الآن؟ نعم أنت الآن على الهواء. نعم عيني أنا بس عندي يعني استفسار أو سؤال. تفضل. بالنسبة لقضايا النقل يعني نقل ذوي الشهداء من وزارة إلى أخرى، يعني هنالك قانون يعني مصوت عليه ويقر حقوق ذوي الشهداء بأن يتنقلوا من وزارة إلى أخرى. أيه. ولمرة واحدة. صح. الآن المشكلة اللي قاعد نواجهها إنه لا يعني هذا قانون فارغ من محتواه. لا ليش فارغ من محتواه؟ ليش ما تقول الوزارات ما متعاونة؟ أي وزارة نقدم عليها يقول إحنا ما عندنا. إي حاجة. سادي سادي العزيز. أنت تقول وزارات ما متعاونة مع مؤسسة الشهداء ومع ذوي الشهداء. اي نعم. هو لان مؤسسه الشهداء ما عندها عصا انه تضرب الوزاره المعنيه انقلوا فلان، لكن احنا من نقول انه الوزارات ما متعاونه مع مؤسسه الشهداء، واليوم احنا عندنا محكمه اداريه والمحكمه الاداريه دورها هنا تستقبل المواطنين اللي يقدمون شكاوي، هنا انت راح تضمن حقك. احنا للاسف بينا نقدم الطلب ونعوفه، نظل بس نتابع ليش وليش ليش ما تنقلونا وليش ما هذا المؤسسة. المؤسسة ما عندها إشكال، بالعكس مؤسسة شهداء أصلا من وضعت هذا القانون اللي هو كله فائدة لذوي الشهداء. فأنت طالما الوزارة المقابلة أو المعنية اللي تقدم عليها وما تقبلك، أكو محكمة إدارية تروح تشتكي عليها اللي هي بوزارة العدل. بوزارة العدل يعني المحكمة الإدارية تروح لوزارة العدل، المحكمة الإدارية تقيم دعوة على الوزارة اللي ما تطبق القانون. هذا قانون ساري وماشي وكثير كسبة والقضايا. احنا نريد استاذ مساعدتكم بهذا، مساعدتنا وياكم. تجي مؤسسة الشهداء تدعمك بهذا الشيء عزيزي، مؤسسة الشهداء تدعمك بهذا الشيء. مؤسسة الشهداء ما تقدر تقدم طلبات جماعية إلى محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية في وزارة العدل، لازم صاحب الشأن نفسه هو يراجع، مثل ما انت راجعت للمؤسسة واخذت كتاب تأييد استشهاد انه ابواب المحكمة الادارية مفتوحة لك، تروح تقدم عليها وتقيم دعوة على الوزارة اللي ما تطبق قانون مؤسسة الشهداء. زين ما ممكن يعني كتاب مثلا من رئيس مجلس الوزراء يعمم الى الوزارات بتطبيق هذا القانون يعني. يا اخي متعمم وداعتك، لكن احنا هم دائما نحكيها بملء الفم ولا خوف ولا كل شيء، انه اغلب يعني الوزارات مقصرة بحق ذوي الشهداء وما يطبقون يعني القانون، وانا مسؤول عن كلامي. يعني الان اذا تجي تعيينات مثلا عن مجلس الخدمه الاتحادي وغيرها، يجون تعيينات جديده يقبلون وما يقولوا لهم احنا يعني ما عندنا حاجه او ما عندنا كذا، عندنا ما نريد احنا ننقل، يقول لنا ايه انتم ما عندنا حاجه بالنسبه لكم، ما نحتاجكم. طيب ليش انا عندي درجه الوظيفيه وتخصيص المالي وانقل؟ يعني لا بالعكس، انا احتمال من فلوسي تروح يعني انا اذا من التربيه انقل التعليم العالي يروح من عندي ب 200 الف مال مخصصات. هذاك بحث اخر، امور ماليه بحث اخر. انت مهمتك استاذ العزيز مؤسسه شهداء انطتك كتاب التأييد وايدت لك الفقره القانونيه، تبقى انت هنا مهمتك هنا الوزاره اللي ما تطبق مثل ما ذكرت لك قبل قليل، تراجع المحكمه الاداريه وتقدم طلبك وان شاء الله هم يتخذون اجراء بحق الوزاره اللي ما تطبق القانون ان شاء الله. عزيز شكرا لك ولاتصالك. أم علي حياكم الله. الله يخليك يا أمه، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شلونك أستاذ ميثم؟ نعم تفضلي. أنا من أهل النجف اللي طلعت منها قبل فترة. أهلا وسهلا، على راسي. على يسلم راسك يا أمه. قلت لكم على بنتي على متعين، أخوها شهيد. إيه. وأبوها متوفي وشفتوا حالتنا طلعتونا. نعم صح. فقدمت مؤسسة شهداء مال نجف ما قصرت.
نعم. قدمت طلب للتربية وطلب للمحافظة واثنينهم رفضوهم، قالوا ما مو من صلاحيتنا وما ماكو أي شيء. جيت لبغداد المؤسسة ضحايا الإرهاب، قدمت طلب تعيين مقابلة ما قبلوا بالمقابلة، بس سووا لي كتاب طلب تعيين. نعم. ولحد الآن كل شيء. أم إذا هي تعيينات ماكو شلون تتعين؟ مو أنا أقول لك، هي عادة تعيين، هي كانت متعينة. إي مو هي المشكلة درجتها راحت، أنا فاهم الموضوع وأتذكر من قعدنا يمكم وشرحتونا وراح. هي الدرجة هاي راحت، استغلت يعني صارت شاغرة، درجة انشغلت من غير شخص. قالوا لي مكان أبوها، هو أبوها كان موظف. إي أمي أعرف. نفس هذا هي. هذا ما أكو قانون، ما أكو قانون يجزم إنه بدل والدة يتعين. هذه كانت حالات إنسانية تسويها الوزارة أو الدائرة المعنية إنسانياً تمشي الأمور، وكانت درجات وظيفية موجودة. لكن اليوم هي إذا الوزارة ما عندها درجات وظيفية شلون تقدر تعين؟ ما راح تقدر تعين. لا وزارة الموارد، لا يعني أنا أتذكر حتى موضوعكم إنه في وقتها الموارد رد تقدمون ورد تقدمون على التربية. قدمت والله. وعلى السدود. أتذكر. مو هي إيه، مو هي المشكلة الوزارات يعني أكو فترات فتحت بها تعيينات وانغلقت التعيينات ولا زالت لحد الآن ما طلعت الأسماء. هي إذا وزارة المالية ما مخصصة درجات وظيفية للدولة أو للموظفين أو للمواطنين عامة، مو فقط ذوي الشهداء، ما راح يقدرون. لان هم يقول لك انا هذه درجه وبها تخصيص مالي ولازم اسكنها وغيرها. فمستقبلا ان شاء الله اي وزاره، اي وزاره تفتح تعيينات، هو هسه صار كله على الانترنت، تقدم من خلال الانترنت وتذكر انه هي من ذوي الشهداء وترفق الهويه، ممكن كتاب الاستشهاد. والله ما قدمت هاي، ما كل ما اللي نزلت العقود ومال التربيه وهاي ست مرات انا مقدمه. اي شو تسوي يا امي، هي هاي هم من العقود مال التربيه ترى لا زالت لحد الان ما طالع اي احد من يمهم. اي فان شاء الله مستقبلا اي وزاره تفتح بامكانها التقديم، ومؤسسه الشهداء بخدمتكم تمنحكم الكتاب واللي بخير ان شاء الله الله يقدمه للجميع. رحم الله والديك. اهلا امي، مرحبا، كل الهلا. ام اثير حياكم الله. السلام عليكم استاذ ميثم. عليكم السلام والرحمه. استاذ ميثم الله يرضى عنك، انا عندي مشكله ما بحلها الا انت. نعم. عندي مشكله بالتقاعد. تفضلي. ما بحلها انت استاذ ميثم الله يرضى عنك. لا ان شاء الله. استاذ ميثم انا عندي شهيدين من ضحايا الارهاب. نعم. الزوج استلمت اول راتب من زوجي ب 2020. استلمت 6 سنين واولاد. اطرح وركبنا راتب ابني. امي صوتك مو واضح، صوتك مو واضح وبعيد. تقدرين تعلي لنا شويه صوتك؟ الو. نعم هسه اسمعك. استاذ ميثم انا عندي سيدين زوجي وابني من ضحايا الارهاب. نعم زوجك وابنك. سلمت اول راتب لزوجي بسنه 2020. ايه. دخلت ويا ولادي ورثه 6 سنين، يعني 6 سنين استلمت راتب ويا ولادي. نعم. وراها طلع فخيرني الموظف التقاعد راتب ابني وانا اختاريت راتب. والله صوتي يتقطع كل شو ما قاعد افتهم من الاتصال للاسف. الو. امي العزيزه اذا كنت تسمعينا، اذا كنت تسمعينا تقدرين يوم غد تراجعين الى مديريه شهداء نينوى وتروحين للمدير قسم ضحايا الارهاب، هناك ما راح يقصر وياك، تقولي له انا اتصلت بالبرنامج مال خدمتكم ما جبنا ودزوني الك. العفو استاذ. استاذ قيصر، استاذ قيصر تقدرين تراجعين استاذ قيصر مدير قسم ضحايا الارهاب وقولي له اتصلت بخدمتكم ما جبنا، وهو ان شاء الله راح ياخذ مشكلتك ويفاتح لك التقاعد. نعم. نعم اخت انتصار حياكم الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، مرحبا. عظم الله اجوركم ان شاء الله. الله يحفظكم واجوركم، احسن لكم العزاء. والله تقريبا بشهرين انا جاي اتصل عليك ما حصل. بخدمتك هسه حصلتينا واحنا بخدمتك ان شاء الله. ان شاء الله، خادم الحسين ان شاء الله. نعم. استاذ انا من ضحايا الارهاب. نعم بس علي لنا صوتك شويه. انا من ضحايا الارهاب. اي. ايوه ومشيت لبغداد وقابلت الحجي نايلي حفظ الله. يعني هم قابلت اي وهنا همات بالديوانية رحت له مرتين. نعم خصوص شنو؟ معاملتي اعادة النظر عليها. ايه. ايه.
ولحد الان هسه ما اعرف هي صعدت البغداد صار لها تقريبا بالاربع اشهر. نعم. أي. يعني صعدت من ذي قار الى بغداد؟ لا انا ديوانيه. نعم؟ ديوانيه؟ من الديوانيه. من الديوانيه، تمام، على راسك. راسك سالم. وهسه قالوا عادوها للجان الخاصه. نعم؟ هسه دزوها قالوا رحت راجعت قبل فتره تقريبا شهر هيك. قالوا هسه باللجان الخاصه دزوها. تمام. وين هي هاللجان الخاصه؟ تمام، انت شنو عدة شهيد لو مصابه حضرتك؟ لا انا مصابه. مصابه، شنو اسم حضرتك؟ صار غالي عطيه. نعم؟ انتصار غالي عظيم. انتصار غالي عظيم. عطيه. عضيد؟ عطيه عطيه. عطيه، اسم الام؟ كلثومه سليف جبران. نعم. كلثومه سليف جبران. سليف جبار؟ سليف جبار. تمام. ان شاء الله يوم غد احنا راح يتم الاتصال بمديريه الشهداء الديوانيه ونشوف امكانيه المعامله وين مرسوله باللجان الخاصه يعني اللي موجوده ببغداد ونتابع لك اياها ببغداد وتلقين الاجابه حاضره الاسبوع القادم. استاذ ميزن بلا زحمه عليك. رحمة. انا راجعت لبغداد مرتين وقابلت الحجي. نعم. هو يعرفنا واحنا من اقاربه وقال نعم. هاي ما اقدر يعني اسوي لها شيء اعاده النظر بيها. اي اعاده النظر يوعز بها السيد رئيس المؤسسه باعاده النظر وبعدها تصعد للجان المختصه فاحنا ان شاء الله راح نتابع لك اياها باللجان المختصه ونعطيكم الاجابه بالاسبوع القادم. يعني هسه هي باللجان الخاصه اقدر اروح لها مثلا شلون؟ لا ما يحتاج ليش نتعبك وتجين من الديوانيه لبغداد؟ احنا راح نتابع لك اياها. مشكور. وتشاهدينا بالبث القادم ان شاء الله الاسبوع القادم الاثنين الجايه الساعه 9 تلقين الاجابه اسفل الشاشه بالشريط الاصفر. مشكور. الله يستر عليك. الله يحفظكم، شكرا لكم ولاتصالكم. الاخ ابو عبد الله حياك الله. الو السلام عليكم استاذ الغالي. عليكم السلام والرحمه كل الهلا. شلونك عيوني؟ الله يحفظك. احوالك؟ يوفقك. الله يحفظك، انت جيتنا ذاك اليوم على مود غفران قيار سعيد للكوت. بخدمتك، الله يحفظك. وبتفضل والله. لا العفو، الفضل رب العالمين عزيز واجبنا. الله يحفظك، بس قلنا لك على مود هاي قطيعه الراتب مالها مال رعايه ومال الشهيد. اي اي. وقلت لي راح ناشد وزير العمل. والله وداعتك يعني حين ما رجعت لبغداد انه المناشده سلمتها لقسم المتابعه في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه بالمباشر. الله يحفظك. قطعنا الفيديو وانتجناها وارسلتها الى المكتب الاعلامي مالته وارسلتها الى قسم المتابعه في قسم يعني الرعايه الاجتماعيه ولا زلنا لحد الان ننتظر الإعاز من يمهم. الله يحفظك ويعزك متفضلين والله. لا العفو، الفضل رب العالمين عزيزي، هذا واجبنا واقل ما نقدمه. الله يحفظك. واي خبر يجينا اي خبر اي اتصال بخصوص الموضوع انا معلوماتكم كلها محفوظه يمي ولا زالت لحد الان ورقم تليفونكم ايضا محتفظ به. الله يحفظك. فاي شيء يصير اتصل بيك وبالخدمه. الله يحفظك عزيزي، شكرا لك ولاتصالك. اخ منتظر حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه. خطوة موفقة ومباركة البرنامج. الله يحفظك عزيزي. هاي الحلقة المفقودة. الله يحفظك. مراجعة. لا عزيزي بخدمتكم هذا أقل ما نقدمه لكم. واجبنا. الله يسلمكم. أني من ذوي شهداء وزارة الدفاع. نعم. أخوي أحد الشباب اللي طوعوا ورا الفتوى طبعا هم تدربوا على ماكينات الحشد وغيرها وبعدين صار أسباب تطوع على الجيش فكانوا أحد شهداء الجيش العراقي. الله يرحمه. بعد الفصل الله يرحمه. طيب يعني هو ما متزوج شاب وإلى موقف وقصه بطوليه الشهيد سليمان ثار الفتلاوي. بس صوتك شوي علي لي اياه. اقول لك هو موجود لنا قصه بطوليه روت يعني بايام التحرير وغيرها. نعم الله يرحمه. فخر الله يرحمه. فخر هذا فخر. الله يسلمكم. بس احنا هاي هن المواضيع اللي راح تتقدم هي كلها عينات عينيه اكيد انه ما تلاقي اكيد ما تساوي ما تساوي الشهاده والانسان. نعم احنا بصراحه انا يوم من جاي الصين من جاي نمر بالظروف اللي مرينا بيها يعني ما اعرف جاي نندب حظنا لان اخونا مو فصيل من استشهد لان بالجيش ما اعرف عموما قدمنا اخوي شهيد بال 2017 قدمنا بال 2018 طايلي والكتروني على تعيينات داخل المؤسسه. نعم. بس احنا من هذيك السنين لحد هاي السنين انه ما اقول لك احنا طبعا انت تعرف بالقانون مال المؤسسه شهداء ضحايا الارهاب ما لهم حق مال المنحه العقاريه. صحيح.
اي لان هذا يقول لهم راح ترجع يقول له قانون وغيره. اي لكن هسه لا ان شاء الله يعني هسه تمت القراءه الثانيه للقانون فباقي بس المصادقه راح ينشملون ضحايا الارهاب بالمنحه العقاريه. استاذ هيثم انت ابن هاي المؤسسات. نعم. واحنا نعرف طبع المؤسسات ونعرف النفس الطويل مرات. نعم. اكو امور انه انت الامراض اللي عندك بالبيت ذوي الشهداء ما تحلهم. صحيح. وجود انت تجد العارفين. صحيح. يعني حتى اللي قلت لك حتى اللي المبلغ الزهيد اللي جاي يقبضونه يا دوب يكفى علاجات وغيرها. صحيح. المهم انا مو اشد بعواطف بالموضوع قد ما اريد انقلها. خدمتك. بس يعني الناس كل ما حد هذاك 2018 زين هو لا ما ليش انفتحت 18 19 20 1 اي ولحد احنا ال 24. اي. كل ما نطرق الباب والله ما انت هسه انت شنو تريده من يمنا احنا بخدمتك اللي بالممكن اللي بالممكن واللي نقدر عليه ما راح نقصر واذا كانت مناشده للسيد رئيس مؤسسه او الوزارات المعنيه ايضا الناشد وياك ونكون بخدمتك الله يسلمك. لا الموضوع هو مو يمكم بالمعاه هي سلسله مال المراجعات وغيرها انا دارك الموضوع وفاهم الموضوع حداثيره الموضوع اللي صار انه انا من 2018 مقدم على تعيين على التعيينات هي كانت اكو داخل مؤسسه الشهداء. أيه؟ نعرف طريقه الحذف والاستعداد موجوده. أيه؟ نعرف طريقه انه اكو تحويل صار من موظفين مؤسسه الى وزاره النفط والوزارات الباقيه النقل فتولد فراغ زين. نعم. اذا موجوده هاي الطريقه واحنا كل معمول داخل الوزارات. نعم. انه هذا الفراغ يجي هو تولد انت ما اعرف يمكن فاهم القانون او لا قانون نقل الخدمات اللي راحوا موظفي مؤسسه الشهداء الى يعني باقي الوزارات ان كانت النفط او غير النفط فهذا الموظف يروح بدرجته الوظيفيه يعني ما يترك درجته حتى يوفر هذه الدرجات يعني ينقل بدرجته الوظيفيه والتخصيص المالي مو هذا القصد، القصد انه اكو فراغ مو ذاك احنا مثل ما نسميها البطاله المقنعه، موظفين رسم بدون عمل، اكو صار فراغ، زين، ما انا الى اليمتى الى صار لثمان سنوات انا انتظر الى تسع سنوات، انتظر يا يوم انه راح يصير لي فرصه حتى انه امتديها. والله يعني تقريبا يقارب ال 20 تقديم قدمت، واني لا مربوط بفصيل مسلح حتى اروح اناشده هذا الفصيل يا هي ان شاء الله ما يحتاج يعني فصائل وغيرها ولو طولت عليك لا بخدمتك هذا الموضوع يحس بالضمير ويحس بداخلي لان احنا ما اعرف حقيقه شنو الذنب اللي ارتكبناه والله انتم ما عندكم اي ذنب لكن تعرف انت تعرف موضوع التعيينات التعيينات متعلقه بوزاره الماليه ومؤسسه الشهداء شلون مثل ما نقول مو تباوع الماليه وانما حسب النسب اللي تخصصها للمؤسسه بالمقابل عزيز يعني بس خلي اكمل انت هوايه اخذت من الوقت واكو هواي متصلين يتصلون مظلوميه يجوز هاي اغلب اللي مشاهدين هم نفس المظلوميه اي عزيز احنا هم لازم نعطي هم نعطي مجال عزيزي اذا كنت تشاهدنا او تسمعنا عزيزي انت احنا اولا هنا أنا بخدمتك وهذا المنبر كله بخدمتك لكن هذا مناشدتك مناشده عامه وان شاء الله تصل الى وزاره الماليه وبتخصيص درجات وظيفيه الى مؤسسه الشهداء والى ذوي الشهداء نعم اخ جاسم ميانا من الانبار حياك الله السلام عليكم استاذ عليك السلام والرحمه الله يحفظك استاذ ما اطول عليك خدمتك عندي سؤالين السؤال الاول انا جبت موافقه من رئيس الهيئه ووكيل رئيس الهيئه ما تقاعد ببغداد بالشواكه ايه صار فروقات 20% لاخشيه ضحايا الاصابع نعم ايش الزكي 14 كملتها من الانبار على حسب الاصوات المستمر وقعت البغداد راجعت قبل اربع اشهر اي واحد من الانبار يور ارجع لجنات الزرقيه يا ابو علي ما متوقف راسي لجنات الزرقيه بامر رئيس الوزراء سيد رئيس الوزراء دز اللجنه بالانبار الرواتب اللي متوقفه للشهداء والجرح مو بالكل نعم مو غلط كلامي هسه متوقفه كرئيس بالصرف بالهيئه التقاعد الوطنيه نعم وانا كامله شغلتي بهيئه التقاعد الوطنيه اللي بغداد بالشواكه عندي موافقه أيه؟ رحت ذاك الاسبوع بالمقابلات يوم الخميس أيه؟ من الانبار ماكو اي صرف ديور برجع باقي المحافظات استقبلهم الانبار ما والله هذا الموضوع يعني خاص بالتقاعد مو بالمؤسسه يا عزيزي ديور ارجع اي مو هو هذا الموضوع يعني ما مو تقول احنا اكو فالتواصل وياهم هيئه التقاعد تعرف هيئه التقاعد وصل يعني تابعه للماليه ما تابعه لمؤسسه الشهداء حتى نقدر نتصل ونتابع حقيقه ما عندنا فد منسقين اكو تنسيق مباشر مع هيئه التقاعد بخصوص هذا الموضوع فلو كنا نقدر نساعدك ما نقصر. هسه سؤالي اولا الفروقات هسه من ضمن هيئه التقاعد لو من ضمن مؤسسه الشهداء؟ لا من ضمن هيئه التقاعد صلاحيات هيئه التقاعد مؤسسه الشهداء جهه تنظيميه للمعاملات تاخذ الايعاز
العفو توعز الى وزاره العفو هيئه التقاعد، هيئه التقاعد تاخذ الايعاز من المؤسسه انه هذه معاملته مكتمله، تبقى متى ما توفرت السيوله الماليه هيئه التقاعد عزيز متى ما توفرت السيوله الماليه بهيئه التقاعد يتم الصرف. استاذ هسه هيئه التقاعد الوطنيه انا مره اطرح عليك. نعم جهه المؤسسه هيئه التقاعد الوطنيه ايه تنفذ اوامر المؤسسه لو غلط كلامي. اي تنفذ تنفذ الاوامر بس تنفذ هي اذا كانت سيوله ماليه ماكو شلون تنفذ اوامر المؤسسه. ماكو سيوله ماليه؟ إيه انا مو اقول لك ماكو سيوله ماليه، انا ما احكي، انا مو متحدث رسمي باسم هيئه التقاعد، لكن هم دائما انه من يصير كتب رسميه او لعدم توفر السيوله الماليه او لعدم توفر التخصيصات، اذا ماكو تخصيصات حسب اجاباتهم شلون تقدر تصرف؟ قدامي اللي من نينه وباقي المحافظات. اي عزيزي هذه انت مشكلتك يا حبيبي، لو كانت بمؤسسه الشهداء اعيد لك اياها انه نكون بخدمتك، لكن انت حاليا مشكلتك بهيئه التقاعد، فبامكانك انه تراجع هيئه التقاعد وتناشد اعلام هيئه التقاعد وان شاء الله تحل المشكله. نعم والمنحة العقارية اللي 30 مليون اللي مسجلها المنحة العقارية صار. الان تمت قراءة القانون القراءة الثانية في مجلس النواب بعد المصادقة عليه، راح تنزل التعليمات ان شاء الله. شكرا جزيلا عزيز، شكرا لك ولاتصالك، الله يوفقك. نعم اخ احمد حياك الله. السلام عليكم استاذ. عليك السلام والرحمة. رحم الله والديك استاذ، نشكر كادركم الطيب. الله يحفظك. برنامجكم الرائع. الله يحفظك. رحم الله والديك استاذ. الله يحفظك. سؤال. جواب. بارك الله فيك استاذ، انا عندي شهداء سته. الله يرحمهم. يرحم والديك بارك الله فيك. قبل تقريبا 9 اشهر او 10 اشهر رادهم تدقيق على ابني الزقير اسمه هيثم احمد جاسم. شهيد؟ اي نعم باللجنه مال الانظار بغداد. باللجنه الانبار؟ الانظار استاذ الانظار، لجنه الانظار. لجنه النظر النظر. نعم استاذ النظر، فمؤسسه الشهداء كركوك بلقوني ورحت لبغداد. ايه. واجهت اللجنه حقيقه اللجنه طيبين، ناس استقبلونا وحيل زينين. نعم. فرادوا اجراءات وراحت الاجراءات وصار 9 اشهر لحد الان ماكو اي يعني خبر على الموضوع. شنو اسم الشهيد؟ هيثم احمد جاسم. هيثم احمد جاسم. اسم الام؟ من خلال برنامجكم الرائع. اسم ومريم حسين جار الله. نعم. مريم حسين جار الله. مريم حسين جار الله. حسين جار الله. تمام. محافظة كركوك استاذ. ايقاف راتب؟ لا الحمد لله راتبي ما موقف مستمر. لا عاد الحمد لله مستمر، بس قلت لك رادوا من عندي يعني معامله وشغلات لحد الان 8 اشهر صار 9 اشهر معامله مالي لحد الان ببغداد، وانا عندي فروقات. ها يعني انت هسه تقصد فقط على الفروقات؟ لا اقصد وين صارت يعني معاملتي، صار 9 اشهر باللجنه الانظار. استاذ بس مرخصتك هسه انت داخلني. انت هسه تقول راتبي مستمر. الحمد لله راتبي مستمر. يعني راتب الشهيد هيثم، راتب الشهيد هيثم مستمر؟ كل مستمر راتبهم، بس شنو عندي فروقات لابني هيثم. اي كل ما راجع مؤسسه الشهداء مال كركوك يقول لهم بعد ما جت معاملتك من بغداد بالتدقيق. ايه تمام. لجنه الانظار. تمام، تدقيق في لجنه النظر. فوين صارت يعني بس. تمام. لغرض من خلال برنامجكم بالخدمه. الله راشي الله يحفظكم عزيز، ان شاء الله يوم غد راح ان شاء الله يتابع اللجان ويتابع مديريه شهداء كركوك وتلقى الاجابه حاضره الاسبوع القادم. استاذ هو الاجابه مو بكركوك. اعرف اعرف باللجان، مو احنا ناخذ الكتاب اللي مرفوع من كركوك. لجنه الانظار مال بغداد استاذ احمد. اعرف اعرف يا حبيبي اعرف. نعم استاذ. تؤمر امر وتتدلل. نعم قطع الاتصال. ان شاء الله استاذ العزيز يوم غد يتم الاتصال بمديريه شهداء كركوك وحتى نستعلم عن رقم الكتاب وتاريخ المرسل الى لجنه النظر في بغداد، وايضا نتابع لك اياها في لجنه النظر في بغداد ونعطيك الاجابه بالاسبوع القادم. نعم احبتنا للاسف وصلنا وياكم الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نعتذر من الاخوه اللي اتصلوا بنا وما حصلونا، ان شاء الله بالاسبوع القادم أو بالأيام القادمة لاستقبال كافة استفساراتكم واتصالاتكم وأسئلتكم. نعم وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نلتقيكم في الحلقات القادمة. استودعكم الله، كان معكم ميثم الصالح.